السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان. وضيفنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حياكم الله وإياه. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أخي الحبيب، أحييك وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى. واسمح لي في البدء من هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج الطيب المبارك بإذنه تعالى أن نرسل تحية إلى شيخ المجاهدين وإمامهم في فلسطين، إلى الأستاذ الشيخ رائد صلاح. نحييه على هذا الوسام الذي صدر اليوم ليوضع في صحائفه في الدنيا وبين يدي الله سبحانه وتعالى. الشيخ رائد صلاح الذي نظر حياته كلها للدفاع عن الأقصى وعن القدس الشريف، يوصم اليوم بأنه رجل إرهابي وأنه يدعم منظمة إرهابية أو شيء من هذا القبيل، وهو لا يمتلك في يده شيء، ليس معه سلاح ولا قنبلة ولا رشاش ولا مدفع ولا دبابة يمتطيها، ليس معه إلا كلمة الحق يقولها من لسانه تصدع قوية، وهي تنزل على المحتلين الغاصبين أقوى من أي رصاص وأقوى من أي قنابل، لأنها كلمة الحق بإذن الله عز وجل. نحيي ونحيي إخوانه ونحيي كل المدافعين والمرابطين عن القدس الشريف، ونود أن نقول لهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. عندما قالوا أين هم يا رسول الله، أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى أكناف بيت المقدس. بيت المقدس المحتل المغتصب من العدو، بيت المقدس الذي تنتهك حرماته في كل يوم، بل في كل لحظة، في كل دقيقة، ومع ذلك نرى للأسف كثير، بل الكثير والكثير، يغضون الطرف عما يحدث في بيت المقدس، إن لم يكن يسارعوا إلى مدهنة العدو وطلب مرضاته والتصاحب معه، في حين هؤلاء الشيخ صلاح ومن معه من إخوانه لا يألون جهدا في أن يدفعوا بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم وبكل ما يملكون، يجعلون أنفسهم صدا منيعا بعد الله جل وعلا. لولا هؤلاء، بعد الله جل وعلا أقولها ومؤكدا عليها، بعد الله جل وعلا، لولا هؤلاء النفر، الشيخ صلاح ومن معه من إخوانه المرابطين حول الأقصى، لولا هؤلاء لكان الأقصى في خبر كان والعياذ بالله، لكان الأقصى شأنه شأن كثير من المساجد في فلسطين المحتلة، لا تقام فيها صلاة ولا يعرف لها إلا أثر من آثار الماضي. أسأل الله أن يبارك في جهوده وفي جهود إخوانه، وأن ينصره وأن يثبته وأن يقويه، وأن ينقذ في أمتنا الشعور بالواجب تجاه المقدسات والغيرة على الحرمات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. بمناسبة الحديث عن الشيخ رائد صلاح فرج الله عنه وفك الله أسره، هنالك من يلوم على الشيخ رائد صلاح ويقول أنه ينبغي ما دام في كنف دولة الاحتلال أن يكون أكثر دبلوماسية، لأنه لا نسمع بالشيخ جزاه الله خيرا إلا وهو يدخل السجن ويخرج من السجن، وإن خرج من السجن ذهب إلى الإقامة الجبرية. ماذا تقول بهذا الرأي؟ عن أي دبلوماسية يتكلمون يا سيدي؟ هذا المحتل لا يعرف دبلوماسية، هذا المحتل يستعمل كل أجهزة العنف، ومع ذلك يحكم على الشيخ رائد صلاح
الذي ليس معه إلا كما قلت حنجرة بارك الله فيها، وليس معه إلا لسانه الرطب العذب بارك الله فيه، مع ذلك يحكمون عليه بالإرهاب. هل يطلب من الشيخ رائد أن يبارك للمحتل ما يصنعه بالمسجد الأقصى؟ هل يطلب من الشيخ رائد أن يكون سياسيا وأن يسمح للمحتلين أن يدنسوا بيت المقدس؟ هل يطلب من الشيخ رائد صلاح أن يكون دبلوماسيا وأن يكون للمحتل أنتم أصحاب الأرض ونحن ضيوف عليها؟ ماذا يطلب من الشيخ رائد؟ ماذا قال حتى يقال لا بد أن يكون أكثر دبلوماسية؟ الرجل يقول للمحتل هذا ليس مكانكم وهذا ليس داركم وهذا ليس بيتكم. رائد صلاح يقول للمحتل إن مسجد الأقصى عقيدة، إن المقصد الأقصى من الدين في عند المسلمين يعتزون به ويدافعون عنه بأرواحهم وأنفسهم وما يملكون. إن الشيخ رائد صلاح متعه الله بالصحة والعافية وكتب ما يلقى في موازين حسناته، هو وإخوانه الذين معه، هو يقف صدا أمام تدنيس الأقصى، أمام سقوط القدس، هو الذي يفضح المؤامرات. فنسأل الله أن يبارك فيه. وما أظن أن المحتل يبحث عن دبلوماسية يتعامل معها، فقد تعاملت معه السلطة بدبلوماسية ليس بعدها دبلوماسية، حتى أباحوا له كل شيء وصنعوا، تركوا له الحبل على الغارب يفعل في الضفة ما يشاء، ومع ذلك يا سيدي لم يرضى عنهم، ومع ذلك يا سيدي لم يجعلهم يعني حتى من الذين يكونون معه، إنما لفظهم واتهمهم كذلك بأنهم عقبة أمام ما يريد أن يحقق من أهداف ومن مطامع في فلسطين المحتلة. أكرمكم الله، شكرا على هذا التوضيح في بداية الحلقة، وكل الدعاء للشيخ رائد صلاح ولكل الأسرى والمعتقلين والمختطفين في كل مكان من المظلومين في هذه الأرض. أيها الإخوة والأخوات، نحن بين يدي حدث مهم في بريطانيا، وهو الانتخابات البرلمانية التشريعية في 12 من الشهر المقبل. والصادم أو اللافت في أرقام هذه الانتخابات، وبريطانيا على سبيل المثال فيها مقعد انتخابي لكل دائرة انتخابية ضمن عشرات الدوائر، تحدثت تقارير للمجلس الإسلامي البريطاني وعدد من المنظمات الأخرى أن هنالك 50 دائرة انتخابية في بريطانيا يستطيع المسلمون وفقط المسلمون في هذه الدوائر الانتخابية باعتبارهم الأغلبية السكانية فيها أن يحسموا المقعد البرلماني لمن يعود. ومع ذلك يتجدد في كل عام، تجرى فيه انتخابات في بلد غربي، الحديث عن حرمة المشاركة بالانتخابات أو اعتزال هذه الأنظمة الجاهلية كما يصفها البعض. نريد أن نسأل في هذا السياق فضيلة الشيخ حسين حلاوة، ما التوجيه ونحن بين يدي مثل هذه الانتخابات؟ الحمد لله. التوجيه يا سيدي هو أننا هنا مسلمون أوروبيون نعيش في هذه البلاد، لنا حقوق وعلينا واجبات، وأننا في هذه البلاد يجب أن نكون فاعلين لا مفعول بنا، يجب أن نتحرك لنحدث في المجتمعات يعني مطالبنا، ولنقول لهم نحن لنا حقوق يجب أن نحصل عليها، شأننا في ذلك شأن كل الأقليات. والمسلمون حينما يكونوا بعيدين عن الحدث لا يصنعوا شيء ولا يعلموا شيء، بل يصنع بهم غيرهم ما يشاء وهم لا يستطيعوا أن يتكلموا. ولذلك نرى أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات وفي مثل هذه الأحداث نرى أنها الحقيقة واجب يمليه علي ديني، لأني كما يقول الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن المعلوم أن
حقوق المسلمين قد تضيع وقد لا ينتبه إليها أحد، وأن هناك أشياء كثيرة يعني لا يستطيع المسلمون أن يعرفوها إذا كانوا خارج هذه الأشياء، بمعنى خارج هذه الدوائر التي تصنع القرار. أما إذا كان المسلمون فيها وبينها فإنهم يستطيعوا أن يعلموا ما القرارات التي صدرت بحقهم أو لهم أو عليهم، يستطيعوا أن يعرضوا مطالبهم التي يريدونها، يستطيعوا أيضا أن يبينوا أنهم جزء من هذا المجتمع، ليسوا في عزلة عنه. وهذا الأمر يا سيدي ليس كلامي فقط، إنما هو كلام أهل العلم المعاصرين جميعا الذين يعيشون يعني آمال وآلام الأمة، وليس المنعزلين عن الأمة في كهوف أو في صوامع. لكن فضيلة الشيخ لا يعرفون عنها شيئا. فضيلة الشيخ، ماذا لو رد عليكم أحد بالقرآن الكريم فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه أنظمة كافرة لا تحكم بما أنزل الله، فكيف تدعونا للمشاركة بانتخاباتها؟ أنا لا أريد أن أدخل في قضية من لم يحكم بما أنزل الله والذي يحكم بما أنزل الله، لأننا لو نظرنا إلى الخارطة، خارطة العالم الإسلامي، فربما لا نجد بلدا على وجه البسيطة تحكم بما أنزل الله، ربما بعض البلاد في بعض الفروع وليس في كل ما أنزل الله عز وجل. هذه واحدة. الأمر الثاني يا سيدي، أننا في بلد ليس مسلم، نحن لم نقل أننا نعيش في بلد إسلامي، نحن نعيش في مجتمع غربي له دينه، له نظام السياسي والاجتماعي وثقافي، ونحن جزء من هذا المجتمع، لنا ديننا، لنا ثقافتنا، نستطيع أن نتعايش في هذا المجتمع بديننا وثقافتنا، نحن أقلية لا نستطيع أن نفرض رأينا على الأغلبية بحال من الأحوال، ولا أن نفرض ديننا، لأن ديننا لا يقبل بحال من الأحوال أن يفرض، إنما بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، من شاء فليؤمن ومن شاء لا يؤمن، الأمر يعود للنفس، وهناك بين يدي الله حساب، أنا لست مسؤول عن حساب البشر، وإنما أنا هنا مواطن أبحث عن حقوقي وأبحث عما أقدمه لديني وللمسلمين وللأمة التي أعيش في وسطها كلها. ولذلك الناظر في القرآن الكريم لا يقتطع آية دون أن ينظر في القرآن العظيم كله، لأن القرآن كتاب أنزلناه إليك، ليس كتاب أنزلنا بعض آيات إليك والبعض الآخر ليست لك. يا سيدي قصة عظيمة وصورة كبيرة من صور القرآن الكريم سورة يوسف، والقرآن الكريم حكى لنا فيها كيف أن يوسف في ظل نظام لا يؤمن بما يؤمن به يوسف ولا يعترف حتى بدين يوسف، كيف إنه يشارك في، لا أقول في عمل بسيط، إنما يشارك في أمر تقوم عليه الدولة، تقوم عليه الأمة وبدونه تنهار، في أمر الاقتصاد، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويصنع يوسف أقصى ما يمكن أن يقدم خدمة لمجتمعه وخدمة لأبناء وطنه، دون ما أن يكون هؤلاء كفار، هؤلاء لم يحكموا بما أنزل الله، هؤلاء، لأن عليه رسالة لابد أن يؤديها، هذه الرسالة هو مسؤول بين يدي الله عز وجل عنها، أما غيري حكم أم لم يحكم هذا شأنه، الله جل وعلا سيحاسبه هو لا يحاسبني أنا. طب فضيلة الشيخ، الآن هذه المشاركة ممكن أن نفهم أنني أنتخب الأصلح من الغربيين ليعبر عن قضاياي ويخدم مصالحي، ولكن كيف لي أن أقبل أن أنتخب أنا، أن أترشح أنا وأكون عضوا في برلمان كما قالوا لا يحكم بما أنزل الله؟ هناك شيء يسمى
يعني درء المفسدة وجلب المنفعة من قواعد الأصول. هناك ما يسمى أخف الضررين وأهون الشرين. هناك قواعد فقهية كبيرة عظيمة بنى عليها الفقهاء يعني فتاواهم ومسائلهم. ولذلك رأينا المجامع الفقهية مثلا كمجمع الفقه الإسلامي في جدة، وأيضا كمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في أوروبا، رأينا وغير من غيرهما قد أجاز المشاركة سواء كان بأن أدلي بصوتي أو أن أنتخب. لأني يعني بالعكس، إذا أنت رأيت أن تدلي بصوتك وأن تذهب لتنتخب، فكونك تنتخب وتكون على قمة مسؤولية تستطيع أن تصنع قرار، فهذا يكون لعله أرجى ولعله يكون هذا أفضل، وهذا يكون يعني أكثر نفعا من أن تدلي بصوتك فقط. من خلال تجربتك فضلت الشيخ، وين عانيت أكثر شيء في أي بلد أوروبي من عزوف المسلمين عن المشاركة في الانتخابات؟ أين لمست هذه المشكلة وما النتيجة التي ترتبت على ذلك فيما بعد؟ يا سيدي، لمست في كثير من البلاد، خاصة في هذه البلاد التي يكثر فيها عدد المسلمين مثلاً. يعني نحن عندنا مثلا في بريطانيا المسلمون بالملايين، عندنا في فرنسا المسلمون بالملايين، ومع ذلك مثلا في فرنسا عزف المسلمون عن المشاركة، ولو شاركوا لكانت لهم كلمة تسمع. عددهم ما يقارب 6 مليون ربما في فرنسا، أقل قليلا أو أكثر قليلا عددهم، ومع ذلك يجتمع البرلمان وليس أحد فيه منهم ليفرض عليهم خلع الحجاب وعدم ارتدائه، وليفرض عليهم قوانين قد تتعارض مع دينهم. ولو كان المسلمون في هذا المكان ربما صنعوا شيئا، ربما كانت لهم كلمة. أنا أعرف أن غير المسلمين وهم أقلية من المسلمين، يعني أقل قليلا بكثير من المسلمين، ومع ذلك يشاركون ويساهمون ولهم أصوات تسمع في البرلمانات وفي مجالس التشريع، ويقف يعني العضو منهم لينافح عن قضاياه وينافح عن أمورهم في وسط البرلمان حتى يحقق لقومه أو لأقليته أو لعشيرته، يحقق لهم منافع ويعني في هذا الأمر. أما نحن المسلمين، قلت لحضرتك إن في بريطانيا عدد ملايين، في فرنسا الملايين، كذلك في هولندا، كذلك في إيطاليا، كذلك في اليونان، في كثير من هذه البلاد، عندنا في ألمانيا كذلك. ومع ذلك يا للأسف عزوفنا يضر بنا لا ينفعنا. عزوف المسلمين عن المشاركة هو ضرر محقق، ضرر مؤكد يا سيدي وليس مضمون. يعني تأكيد لكلامك فضيلة الشيخ، في بلد زي فرنسا بعض الإحصائيات تتحدث أن المسلمين فيه تجاوزوا 10%، ومع ذلك حضورهم في البرلمان لا يكاد يصل 1% أو أقل من ذلك، وبعض المحسوبين على المسلمين لا يمثلون الإسلام بشيء، لأنه ليس يعني إحنا عندنا في بريطانيا مش كل واحد مسلم معناته يقف مع قضايا المسلمين، في بعض الناس غير مسلمين يقفوا مع قضايانا أفضل من بعض المسلمين للأسف. كيف نعلق على هذا؟ صحيح، نعلق على هذا بأننا عندنا إشكاليات فيما بيننا نحن كمسلمين أولا، والأمر الثاني في التواصل مع من حولنا. نحن عندنا قضايا عادلة يقف معنا غيرنا فيها حينما نحسن عرضها، ده مثل قضية الحجاب في فرنسا حينما نعرضه على أنها ليست برمز ديني وإنما هي شعيرة من شعائر الإسلام، شأنها شأن الصلاة، الصيام، الزكاة، شأنها شأن أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، لا تعني تطرفا ولا تعني انحرافا ولا تعني فكرا معينا، إنما هذه يعني من واجبات
الإسلام على المرأة. لو أحسننا عرضها وحاولنا أن نتواصل مع من حولنا ممن ينشدون الحرية وحقوق الإنسان والذين يقفون مع القوانين، لأن القوانين الأوروبية، قوانين حقوق الإنسان الأوروبية تقف معي في حقي، حقي في ديني، حقي في لغتي، حقي في ثيابي، حتى الذي أنا أرتديه، حقي في يعني أن أقيم شعائر ديني، هذا حق كفلته لي القوانين. لكن لأننا يعني في بعد عن الحدث، ولأننا منعزلين عن الواقع الذي نعيش فيه، لذلك نحن يفرض علينا أو تفرض علينا قوانين قد تمس ديننا وتمس عقائدنا دون ما أن يكون عندنا من يدفع عنا. بعض الأماكن في فرنسا يا سيدي، يعني حينما تمشي فيها كأنك تمشي في بلد من بلاد المغرب العربي أو غيرها، ومع ذلك لا ترى أصواتا مسموعة، ولا ترى دفاعا عن حقوق، ولا ترى مشاركة، ولا إلى آخره، إنما ترى عزوفا عن هذه الأمور. طب يعني على أي شيء يستندون هؤلاء؟ وهل جربتم، هل تواصلتم مع أحد، هل حاولتم يعني كسرها؟ لأنه إحنا عم نخسر. يعني في بريطانيا على سبيل المثال فضيلة الشيخ، بعض المرشحين بدي أحكي المحترمين خسروا الانتخابات الماضية أمام مرشحين سيئين أعداء لقضايانا ويكرهوننا بفارق 20 صوت. تتخيل أنه إنسان محترم يخسر مقعد مهم في برلمان مؤثر، في برلمان أعرق برلمانات العالم، يخسر لأجل 20 صوت لصالح مرشح سيء ضدنا وضد قضايانا. الفقهاء قسموا الفروض إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين كل إنسان مسؤول بين يدي الله عز وجل عنه، زي الصلاة، الصيام، زكاة، الحج. فرض كفاية هو يعني إذا لم يقم به البعض أثم الجميع، وإذا قام به بعض هؤلاء ليتحقق أو لتتحقق المصلحة فلا إثم على الجميع. في مثل هذا أنا أشوف أن هناك تقصير من المسلمين، لأن المسلمين ما معنى 20 صوت، وما معنى 100، وما معنى 1000 في بلد كبريطانيا فيها المسلمون بالملايين، وفي كثير من الأحياء بمئات الألوف في الحي الواحد. ففي بلد مثل بريطانيا كيف يخسر عضو مثلا، وأنا أؤمل فيه أن يقف إلى جانبي في قضايا العدل وقضايا حقوق الإنسان وقضايا الحرية وقضايا حقوقي أنا كمسلم في بلاد الغرب، ثم يخسر هذا الإنسان؟ أعتقد هذا تقصير منا نحن المسلمين، يجب أن نراجع فيه أنفسنا، ولعل الله جل وعلا يحاسبنا، يحاسب أئمتنا إذ قصروا في أنهم لم يعني يقوموا بالوعي اللازم. يحاسب كل إنسان كان بإمكانه أن يذهب ليدلي بصوته ولكنه تقاعس وتكاسل. يحاسب كل إنسان أفتى بغير علم، أو استورد فتوى في غير موضعها، أو صدر إلى بلاد فتوى لا يعلم هو واقعها ولا ما تعيش فيه. يا سيدي، نحن للأسف تواصلنا كثيرا مع بعض هؤلاء وحاولنا، وأنا شخصيا حاولت، لكن وجدت بعض هؤلاء، الحمد لله هناك الكثير ممن اقتنع، يعني جزاهم الله خيرا ونشكرهم، لأنهم كانوا يعني بالسهولة عندما بينا لهم الدليل وعرضنا عليهم أقوال أهل العلم اقتنعوا. لكن هناك يا سيدي من يعيش في يعني زي ما يقولوا كده خارج الزمان وخارج المكان، هناك من يستورد فتاوى من أناس يعني هم أهل العلم لكن في بلادهم لا يعلمون شيئا عن الواقع الذي نحن نعيش فيه، فيحرم لنا ويحل لنا دون أن يكون عندهم يعني علم بالواقع الذي يعيشه المسلمون في الغرب. وما يعني لذلك لا عفوا، تتابع حضرتك، تفضل شيخ. كل ذلك نحن علينا
نعم، لذلك نحن علينا أن نذكر بعضنا بعضا، علينا أن نعلم أن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هو أعلم الناس، وأهله من أهل العلم هم أعلم بما يصلح الإنسان في هذا في هذه الأرض في الغرب يعني، وهم أدرى بالواقع بالزمان وبالمكان الذي يعيش المسلم الأوروبي، أدرى بالمشاكل التي يواجهها المسلم. هناك مشاكل يواجهها يا سيدي المسلم في أوروبا قد لا يواجهها في أي بلد أخرى، ولا يعلم هذه المشاكل إلا من يعيشها، إلا من يعايشها ويكابدها في كل يوم ويتلقى الفتاوى عنها والأسئلة في كل يوم، إلا من يرى الظلم الواقع على أولئك نتيجة لبعض القوانين الجائرة، إلا لمن يرى الحقوق التي تضيع نتيجة لأنه لا يوجد في مثل هذه البرلمانات من يدافع عنها. لذلك نحن لا شك نحن مقصرون، ويعني يجب أن نراجع أنفسنا، وإلا سيسألنا ربنا سبحانه وتعالى. وأنا أخشى أن نتفلت وتتفلت منا حقوقنا شيئا فشيئا حتى نذوب ونكون في خبر كان كما كان أسلفنا في هذه البلاد. هناك سيدي المسلمون جاءوا من قبلنا، جاءوا قبل عقود وعاشوا في الغرب، لكنهم ذابوا وانتهوا وذاب آثارهم. لماذا؟ لأنهم انكمشوا وعاشوا بين أنفسهم وظهراني بيوت فقط، ولم يخرجوا إلى المجتمع ولم يشاركوا، فانتهت حياتهم بموتهم وانتهى آثارهم بموتهم، ولم يبق لهم أثر إلا ذكر التاريخ أن هنا كان هناك بعض من المسلمين يعيشون، كان هناك مآثر في بعض البلاد، بعض المساجد المهجورة في بعض البلاد كان هناك مسلمون لكنهم ذهبوا للأسف وذهب آثارهم. على هذه ذكرتني بطرفة ذكرها أحد الدعاة في الغرب، يقول يأتي أحدهم من العالم العربي لدراسة الدكتوراه في بلد أوروبي، يجلس سنتين لا يذهب إلى أي مكان ولا يشارك بأي شيء سوى من الجامعة إلى البيت ومن البيت إلى الجامعة، وقد يذهب إلى المركز الإسلامي يوم الجمعة ويرسل أبنائه لمدرسة عربية يوم السبت، وبعد عامين يغادر وهو لا يعرف حتى جيرانه، وهو لا يشترك بأي شيء بالحياة السياسية والاجتماعية في البلد. بعدين ممكن يطلع يألف لنا كتاب الغرب كما رأيته. طب يا أخي أنت لا رأيت غرب ولا تعرف شيء عن الغرب يعني. لا، هو لم يعش وجاء كما ذكرت حضرتك. بل أنا أحب أن أضيف إلى ما ذكرت، أنا التقيت ببعض هؤلاء، بعض الطلبة الذين جاءوا لا ليدرسوا دكتوراه سنتين، إنما ليدرسوا الطب 7 سنين، يعيشوا في وسط الناس يعني في الجامعة، لكنهم يصلون طيلة 7 سنين صلاة قصر وجمع، لأنهم على سفر، لأنهم أفتى لهم بعض شيوخهم الذين لا يعلمون واقع من يأتي ولا يعلمون من يفتون، حتى لو بس كلفوا أنفسهم وسألوهم ماذا ستصنعون وإلى آخره لربما كانت الفتوى توافق الواقع. لكن والله أقول لك عاشوا درسوا الطب وذهبوا وهم يكسرون الصلاة ويجمعونها، لأنهم عندهم فتوى من بلادهم التي جاءوا بها أو منها أنهم على سفر يكسرون، ولذلك لا يختلطون بالمسلمين في المراكز ولا يأتون إلى المساجد ولا يشاركون لأنهم يكسرون صلاة في بيوتهم. طبيعة الحال قلت الشيخ، يعني التحديات كثيرة في هذا السياق، ولكن البعض، وعندنا مثلا الآن في بريطانيا في تجربة أنه يعني الرابطة الإسلامية وعدد من المؤسسات من نسل الإسلام البريطاني والمنتدى الفلسطيني وأكثر من جهة يدعون لدعم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في الانتخابات باعتباره متضامن مع القضايا المنطقة، وفي بيانه الانتخابي تحدث عن الاعتراف بفلسطين وتحدث عن إدانة من يقصف المستشفيات في سوريا ومن يقتل الأطفال في اليمن ومن يقتل مسلمي الروهانجا وغيرها من القضايا في السياسة الخارجية، واضحة عنده تماما بهذا السياق. لكن بقول لك يا أخي، هم بعض أعضاء حزبه
المرشحين في دوائر معينة مش من الناس المؤيدين لقضايانا، فكيف بدنا ننتخبهم؟ أنا لو كوربن بنتخبه، لكن كيف بدنا ننتخب واحد معاه بنفس الفريق لكنه مش متضامن مع قضاياي؟ الآخرون يردون عليهم، إذا إن لم تفعلوا ذلك ما راح يحقق الأغلبية اللازمة، فمنكون إحنا ما استفدنا شيئا. يعني بمعنى آخر هو بقي متأخر في الانتخابات، لأنه في النهاية أنت بدك كتلة برلمانية حتى تأثر أو تغير. فما النصيحة بهذا السياق؟ يعني النصيحة أن أبحث عن من يحقق مصالحي، أن أبحث عن من ينطق في البرلمان بشيء من صوتي، ليس بالضرورة بكل صوتي إنما ببعض من صوتي، أن أبحث عن من يؤيد قضاياي، أن أبحث عن من يقول للظالم أنت ظالم وللديكتاتور أنت ديكتاتور، لا أبحث عن من يعني يصفق لكل ظالم ولكل معتد. وفي النهاية هي مصالح ومفاسد كما ذكرت، وهناك أهون الشرين وأخف الضررين وهكذا. فأنا أبحث عن ما أستفيد أنا منه. صحيح قد لا أحقق كل ما أبغي، ولذلك قالوا ما لا يدرك كله، أو يعني لا 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 يترك جله. يعني إذا لا أستطيع أن أدرك الكل أو أخذ الكل، لا أقل من أن أخذ الغالبية أو ما أستطيع أو ما يتحقق لي. وهذه كانت نظرة سيدنا يوسف، هو يعلم أنه لن يستطيع أن يفرض كل ما يريد، لكن ربما يستطيع إن جاءه أحد يتكلم معه فيغير من نظرته إلى دينه، من عقيدته، ربما بالحكمة بالموعظة الحسنة، وهكذا المسلم. نعم. الأخ الهاشمي من السعودية يقول: الملاحظ للمراقبين أن الجاليات المسلمة غير منظمة وغير موحدة في الانتخابات الأوروبية، وهي مشتتة بين الأحزاب، فما السبب من وجهة نظر الشيخ حفظه الله؟ أنا لا أدري، بس فقط أستدرك على أخينا، أنا هنا في بريطانيا لا أجد هذا التشتت الذي يتحدث عنه. كل القوى والروابط اللي لها علاقة بالمسلمين ولا بالعرب كمؤسسات جمعية، ما بقول كأفراد، كلهم متبنين نفس الموقف، بس لا أدري إذا كان هذا ينطبق على دول أخرى أم لا، ما عندي فكرة. ربما يحدث هذا، لكن لو حدث هذا أستطيع أن أقول السبب ربما ناتج عن يعني المسلمين المقيمين في الغرب وتوجهاتهم وأفكارهم وتشتتهم، وبعض الذين يعني يستقدمون الفتاوى من الغرب. لذلك تجد البعض مثلا يقول لا يجوز المشاركة، والمشاركة حرام، وإلى آخره من هؤلاء الذين لا يزالوا على هذه الفتاوى التي لا تحقق لنا شيئا. والبعض الآخر ربما لأنه تعامل مع إنسان موجود معه في منطقته ورآه أنه أحرص ما يكون على مصالحه ومصالح يعني المجتمع الدائرة الذي هو فيه الدائرة، فربما يعطيه صوته وإن كان مخالفا لبقية. نعم. المسلمين في الدوائر الأخرى هذا قد يحدث وهو موجود الحقيقة، يعني وزي ما هناك أفراد من حزب العمال مثلا وهم لا يتعاطفون مع قضايا ربما مثل قضية فلسطين ولا غيرها وربما يكونوا قلة، هناك أيضا أفراد ربما من حزب المحافظين العكس في بعض الدوائر يتعاطفون. لكن زي ما حكينا فضيلة الشيخ، يعني الآن كانوا المسلمين في بريطانيا في السنوات الماضية يقولوا للناس أنتم بالخيار، انتخب من دائرتك الأصلح، ما عندنا حزب معين نتبناه. لكن هذه المرة الحالة مختلفة، هنالك توجه بعدد من الروابط الإسلامية في بريطانيا دعت أنصارها لدعم حزب العمال تحديدا تحت قيادة جيريمي كوربن حتى يكون له تأثير وتغيير. هذه المرة هكذا النصيحة. فالبعض بيقول ما دام هذا الطلب من هذه المؤسسات، حتى لو كان المرشح اللي في دائرتي سيء، أن تخبو لأجل أن يفوز حزبه بالأغلبية، لأنه بالأخير لن يخرج عن نطاق السياسات العامة للحزب. هل يعني هذا مقبول؟
أنت تعرف إن في الغرب هو في النهاية عندما يتخذون القرار لا يستطيع أي فرد من أفراد الحزب أن يخرج عن ضرائب حزبه، وإلا خرج من الحزب. نعم. يعني من المحسوبين على الحزب. لذلك الذي أراه دون ما أن يكون لي دخل في تعزيز حزب على آخر أو كذا، إنما الذي أراه ما دام عندي قيادة وعندي مؤسسات قد اجتمعت ودرست ورأت أن هذا الحزب أيا كان اسمه يحقق مصالحي ويحقق ما أريد، وهذا الحزب هو أنفع لي من الآخر، وقال هؤلاء المسؤولين في هذه المؤسسات يعني توجيها للمسلمين كما يحدث في كل الأقليات وفي كل المجتمعات، علينا أن ننتخب هذا الحزب أو ذاك، فأنا كمسلم من وجهة نظري علي أن أسمع لهؤلاء. نعم. لأنهم لا شك درسوا الأمر ونظروا فيه ورأوا أين. نعم. المصلحة، ودائما رأي الجماعة يغلب رأي الفرد، أستأذنك. وهو أرجى عند الله وأحسن للقبول. تفضل معنا نور الدين من المغرب. تفضل يا نور الدين. نور الدين يبدو طولنا عليك يا نور الدين، المعذرة منك يا نور الدين، معذرة. طيب، في أيضا سؤال: استطاع الصهاينة تنظيم أنفسهم في أمريكا وأوروبا والتأثير في السياسات الخارجية لتلك الدول، واستطاعوا إيصال سياسيين يتعاطفوا مع أجنداتهم إلى سدة الحكم مثل ترامب وغيره، لماذا نفشل نحن المسلمون في ذلك؟ نفشل لأننا بعدنا عن ديننا ومنهج ربنا سبحانه وتعالى وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحجرنا عند بعض الأقوال أو بعض الفتاوى لم نتعداها. نفشل لأننا خالفنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وقرآن ربنا. الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كما ذكرنا أستاذ عدنان، إحنا بالملايين، يعني بالملايين في أوروبا كلها، لو جمعت المسلمين في أوروبا يزيد عن عددهم، يعني أنا أتكلم عن المسلمون الأقلية في البلاد هنا هناك البلاد، ربما يصلوا إلى 60 مليون أو أكثر، ومع ذلك حقيقة فعلا لا يوجد لنا هذا الأثر الذي يتناسب مع هذا العدد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفرقة، لأن الفرقة مضيعة ولأن الفرقة هلاك، ونحن متفرقون للأسف. نعم. السبيل إلى النجاح هي أن نكون يدا واحدة، هي أن نتوحد، لا أقول أن نكون أكلاشيه استنبى في كل رأي وفي كل حكم، لا، أقل شيء في القضايا المهمة التي. نعم. تهم الأمة كلها جمعاء. أستأذنك. أما بعد ذلك فلكل إنسان رأيه في المسائل الفقهية الفرعية. نعم. أستأذنك معنا عبد الرحمن من فرنسا. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. وشيخنا. وعليكم السلام الله. أخي عدنان، والله بغيت نسأل حاجة، يعني كيف الحاكم الأمريكاني قال بأن المستوطنات يعني غير خاضعين للقانون، وسلم القدس وسلم الجولان للصهاينة والدول العربية نائمة هل متعمدا أو متواطئين معه؟ والله العظيم هالشيء لحير نحن الشعوب. نعم، حاضر. نعلق على هذا. نعم. السياق. نعم. عبد الرحمن يطرح الهم. لم أسمع. عبد الرحمن يتحدث عن مأساوية الحال الذي وصلنا إليه، كيف أن الولايات المتحدة سلمت القدس للاحتلال والآن تعترف بمستوطناته في الضفة، وكل يوم هنالك مزيد من التنازلات للاحتلال، والموقف العربي الرسمي، الموقف الإسلامي الرسمي ليس بالمستوى المطلوب، والشعوب يعني مغلوب على أمرها كما يقول. ما التعليق على هذا؟ هو الأخ يصف واقع الحقيقة نحن نعيشه، لكن هذا لا، الواقع أولا يطلب منا، يعني الأخ عبد الرحمن نعم يصف واقع نحن نعيشه، هذا الواقع يتطلب منا عمل حتى نغيره، وأمل. أما العمل فهو أننا لا نلتفت لما يحدثنا هناك، وإنما علينا أن نعمل.
لأن الله قال لنا وكل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا كان من في الشرق يتنازلون ويعني ينبطحون وإلى آخره، فنحن هنا يعني المسلمون في الغرب يجب أن تكون لنا لقضايانا نظرة لا علاقة لها بالشرق، نظرة فيها مصالحنا وفيها مصالح ديننا ومصالح الوطن الذي نعيش فيه والأمة الكبرى التي ننتمي إليها. وهناك أمل أن لا نيأس، لأني أشد ساعات الليل كما يقولون هي التي تكون قبل بزوغ الفجر، وأنا أرى الأمور تضيق يوما فيوما حتى تنفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلد. الله المستعان. طيب فضيلة الشيخ، أيضا في هذا السياق نحن نتحدث عن مسألة يربطها البعض في هذا، مسألة المرأة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، هل من توضيح في هذا السياق؟ المرأة يا سيدي كالرجل، ولها ما له وعليها ما عليها في بناء الأمة في المجتمعات، إلا ما خصها الله سبحانه وتعالى كما خص الرجل ربما في بعض، وهكذا لا تنعزل المرأة. المرأة ليست حبيسة بيتها، لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة التحريم. ممكن نعلق على هذا بعد ما نأخذ اتصال، لأن تأخرنا عليه، المعذرة منك شيخي. تفضل. نعلق على مسألة المرأة بعد ما نأخذ أبو أحمد من المغرب ثم أبو محمد من فرنسا. أبو أحمد من المغرب تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ وعلى الأستاذ المقدم البرنامج. حياك الله. الله يجزيك بخير. عندي سؤال للشيخ. نعم. الله يجزيك بخير. عندي زوج أختي كلما تخاصم مع في البيت كلها أنت طالق. واو. على هذا الطلاق يعد طلاقا نهائيا، حتى لا ما تبقاش مع شريش معها في الحياة الزوجية، أو لا تصبر وتكمل مع الحياة. كم مرة صار عامل هذا الإشي؟ دائما أكثر من 100 مرة، يعني تكشي كثير وقت ما تخاصموا واشتدنا الخصام كيقول لها أنت طالق. نعم. طيب نعلق على هذا. حاضر يا أبو أحمد، شكرا لك. شكرا. معنا أيضا من فرنسا أبو محمد. فضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. حياك الله. أريد أن أسأل سؤالين من فضلكم. عندما في بعض الأحيان أصلي صلاة الصبح في أول وقت، وبعض الأحيان في وسط الوقت، وفي بعض الأحيان في آخر الوقت، هل يجوز أم لا؟ حاضر. والسؤال الثاني من فضلكم، في بعض الأحيان أنسى البسملة عند الوضوء وتوضأ وفي الأخير أذكرها، هل وضوئي جائز أم لا؟ حاضر. بارك الله فيكم. شكرا. حياك الله أبو محمد، مرحبا فيك. شكرا لك. يعني إحنا نكمل بس في مسألة المرأة في الانتخابات ثم نجيب على باقي الأسئلة. نعم. فأقول بأن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه يتحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا ممكن خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، ثم قال سائحات. فبعض المفسرين حتى لا يعطي المرأة حق أن تسيح في الأرض شأن وشأن الرجل، فقال سائحات أي صائمات، مع أن الله عز وجل ذكر الصائم والصائمة بالاسم في آيات، وذكر يعني السياحة والسير في الأرض، وخاطب الرجل والمرأة بالسياحة في الأرض، يعني كلاهما سواء، كل سيروا في الأرض فانظروا، كل سيروا في الأرض ثم انظروا، أو لم يسيروا في الأرض. فالشاهد أن القاسم المفسر يعني يدافع عن قول الله سبحانه وتعالى سائحات بأنها تعني معنى السياحة، ويقول لما نخرج بهذه الكلمة معناها حتى نقول بأن المرأة ليس من حقها أن تخرج في الأرض سائحة
وأن يكون لها حق النظر في الكون شأن وشأن الرجل. كذلك الأمر هنا في هذه القضية، نحن نحاول بطريقة ما أو بأسلوب ما أن نجعل دور المرأة مقتصر فقط إن اقتصر، ولا في هذه الأزمنة المرأة حتى لا تقبل هذا الدور لها، أن يقتصر على الأولاد وعلى البيت، وليت هذا الأمر يكون. لكن المرأة لها جزء يا سيدي في بناء الأمة والمجتمع شأن وشأن الرجل. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها وقالت إني وافدة نساء إليك، سلامات غلبنا أسلمك الله غلبنا عليك الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل للمرأة حلقة كما للرجال حلقة. والمرأة التي وقفت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتقول كيف تفعل يا عمر، وينزل عمر على رأيها ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. المرأة يا سيدي كانت تشارك في كل أمور الأمة، في البناء، في التعليم، في الطب، في حتى يا سيدي في الجهاد، في معارك الدفاع عن الأمة. المرأة كان لها حضور، أما اليوم لا يراد للمرأة أن يكون لها حضور، إنما يراد لنا فقط أن نؤتى من قبل المرأة. الإسلام أهان المرأة، الإسلام لم يعطي المرأة حقها، الإسلام والمرأة، حتى صرنا ندافع عن أنفسنا بدلا من أن نقول بأن الإسلام هو أول دين أعطى المرأة حقها. يوما كانت المرأة تقول يا عمر، كانت النساء غير المسلمات لا يستطعن أن يخرجن إلى المجتمع ولا من بيوتهن. يوما كانت الشفاء مسؤولة السوق، وهي يعني التي يأتمر بأمر الرجال جميعا في السوق، كانت المرأة عند غيرنا لا قيمة لها يا سيدي. فإحنا رجعنا ندفع عن أنفسنا للأسف. المرأة يجب أن تشارك في المجتمع الذي تعيش فيه، تشارك في الانتخابات بكل وسيلة أوتيت، إن كان عندها مجال لأن تترشح، عندها مجال لأن تنتخب في أي مجال فيه نفع للأمة، المرأة لا تحرم ذلك. لا يوجد دليل يمنع المرأة من أن تكون مشاركة، ولذلك كل ألفوا أدلة، يوم أن لم يجدوا دليلا ألفوا أحاديث موضوعة، لا تسكنهن الغرف ولا تعلمهن القراءة ولا الكتابة، مش عارف إيه، خير المرأة بيتها، إلى آخر ما جاء في هذه الأشياء عدا حديث الصلاة فإنه صحيح. طيب فضيلة الشيخ، أبو أحمد من المغرب يتحدث عن زوج أخته الذي كلما غضب وانفعل قال لها أنت طالق، يبدو أنه قال ذلك عشرات المرات، ويسأل عن الحكم الشرعي في هذا. الحكم الشرعي أن يتصل زوج الأخت بأي أحد من العلماء القريبين منه ليفتي له، لكن أنا لا أستطيع أن أفتي نيابة هكذا في قضايا الطلاق، لأني لا أعرف ماذا قال ولا أعرف كيف قال ولا أعرف الحالة التي قال فيها ولا كم العدد، فلا أستطيع. قضايا الطلاق لا تفتى هكذا على الهواء بهذه الطريقة. نعم. أخونا أبو محمد من فرنسا يتحدث عن صلاة الصبح، أحيانا يصليها بداية الوقت، أحيانا يصليها في وسط الوقت، أحيانا يصليها في آخر الوقت، ما الحكم في ذلك؟ المهم أن يصليها قبل أن تطلع الشمس بوقت، قبل وقت الكراهة، ووقت الكراهة هو في حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل طلوع الشمس. المهم أن يصلى، هناك وقت فضيلة وهو أول الوقت، وهناك وقت إباحة وهو يبدأ من يعني بعد مرور ثلث ساعة أو نصف ساعة أو هكذا من أول الوقت إلى قبيل وقت الكراهة، قبيل وقت الشروق، فلا بأس. والأحناف يحبون الإسفرار، تأخير الصلاة إلى وقت الإسفرار، والشافعية والحنابلة يحبون التبكير، فإن فعل ذلك فهو على خير وإن فعل ذلك فهو على خير. أنا أشكرك جدا على هذه التوضيحات فضيلة الشيخ حسن حلاوة، سنتابع معك ومع المشاهدين الكرام على رأس الساعة البرنامج،
ونستقبل المزيد من الأسئلة ونعد بمنح الأولوية للأسئلة التي وردتنا من قبل ولم نجب عليها، على أمل أن نلقاكم على رأس الساعة. هذه أطيب التحيات، في أمان الله.